مخيم الخانق أكبر مخيمات النزوح، إذ تقطنه أكثر من 2000 أسرة من أبناء محافظة صنعاء نزحت إليه هروبا من بطش ميليشيا الحوثي وصالح الإجرامية التي هجرتهم من بيوتهم ونهبت كل ممتلكاتهم بطريقة ممنهجة. في إطار برامجه الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين في مخيم الخانق، حيث قام بإيصال أكثر من 1000 سلة غذائية إلى هذا المخيم ليتم توزيعها على القاطنين فيه. فاليوم مرحلة تدشين بداية في الخانق، سنغطي اليوم الخانق والذي يحتوي على أكثر من 700 أسرة، وكذلك باقي النازحين في المخيمات الأخرى. المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون في مخيمات النزوح وخاصة في فصل الشتاء وقساوة البرد يتطلب المزيد من الجهود من قبل المنظمات الإنسانية للقيام بدورها، وهو الأمر الذي دفع مركز الملك سلمان للإغاثة للوصول بخدماته ومساعداته الإنسانية لتخفف عنهم قساوة العيش والنزوح. نشكر مركز الملك سلمان للإغاثي، ونشكر إتلاف الخير على دعمه لهذا المخيم، وليس هذا أول تغذية من المركز هذا، وهذا المخيم يحتاج إلى 1200 أسرة داخله من محافظات الجمهورية، وعندنا يعني في قضية المأوى نحتاج للخيام، نحتاج عندنا قضية البرد، نحتاج للبطانيات، نحتاج إلى قضية الغذاء المتواصل. جهود المملكة في اليمن لم تقتصر على الجانب الإغاثي والإنساني، بل شملت كل المجالات السياسية والعسكرية والصحية، بما يحقق أهداف إعادة الأمل ومواجهة كل التداعيات التي أحدثها انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح. رشاد النواري، يمن شباب، مأرب. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.